ازاي نتعامل مع الشخصيات الحساسة؟ الحقيقة ان دي اكتر الاسئلة اللي بتجيلي خلال الفترة اللي فاتت دي. الشخصية الحساسة هي شخصية بارعة في شخصنة المواقف والاحداث، طول الوقت بتتخيل ان هي مستهدفة من الناس. لو حصل موقف بسيط بس يزعله اضربه بقى في 10، لو بصيت بصة مش مفهومة يبقى البصة دي اكيد وراها حاجة. والحقيقة احنا مش بنتكلم هنا عن الشخص الحساس العادي، لأ، احنا بنتكلم عن الشخص اللي عنده حساسية مفرطة، اللي بيتأثر من اقل كلمة او نظرة او موقف. بصراحة الشخص الحساس بزيادة بيبقى متوتر جدا، موتر لنفسه قبل اي حد تاني، على طول قلقان، متوتر، بيركز في تفاصيل التفاصيل. فلو انت على علاقة بشخصية عندها حساسية مفرطة تتعامل معها ازاي؟ 1، خد بالك من الكلمة، كلام الهزار العادي اللي ممكن اي حد يتقبله لا، ممكن يتزعل منه عادي، وخاصة لو الكلمة دي ليها اكتر من معنى او تفسير. يعني لما تتعامل مع الشخصية دي اتعامل معها بالشوكة والسكينة زي ما بيقولوا. 2، اياك والنقد المباشر. علشان تقول رأيك في حاجة تخصه لازم تكون عارف، ولازم يكون رأيك مغلف بكلام كتير حلو. مثلا والله الشنطة دي شيك جدا، هتاكل منك حتة، تحس كده انها معمولة علشانك، بس عارفة لو لونها كذا، البنطلون ده تحفة بس اعتقد لو اوسع شوية هيبقى اجمل، الساعة اللي انت لابسها دي شيك قوي بس عايزك تجرب اللون الفلاني هيبقى مبهر. غلف النقد بشوية حلويات، وياك تقول النقد بشكل مباشر. 3، احترم مواعيدك. وانا عارف ان الموضوع ده صعب عند بعض الناس، لكن هو كده، ما تتأخرش على ميعادها لانها غالبا ملتزمة جدا في المواعيد، مثالية، فتأخيرك عليها هيقضي اليوم نكد. 4، بلاش تتدخل في اللي ملكش فيه. الشخصية الحساسة شخصية الى حد ما قافلة على نفسها شوية، ما بتحبش تحكي اي حاجة عن خصوصيتها، ففضولك انك تعرف تفاصيل ده شيء مؤذي بالنسبة لها، مش لطيف. 4 خطوات دول اعتقد انك لازم تذاكرهم كويس قوي لو انت على علاقة حساسة، واعرف انك بتتعامل مع شخص فريد من نوعه، جدع وحنين وطيب ويتحب. فلو عايز تذوق ده كله لازم تعرف ان مفيش حلاوة من غير نار. شكرا ليكم والى اللقاء.